يوم بادرتنا اسمها كلبونا جماعة، كلمة الأمير راح الشيخ صباح السالم ورحمة الله تعالى عليك. مبادرتنا هي كلمة خالدة تعزز فينا الابتعاد عن التعصب العنصري والابتعاد عن القومية والتأثر بالسلوك السلمي بيننا، وتمسك بعاداتنا وتقاليدنا الكويتية الأصيلة اللي ربينا عليها من أبائنا وأجدادنا. السلام عليكم، معكم اخوكم عبد العزيز عبد المضيف سنال. اليوم عندنا مبادره اسمها كلبونا جماعه في بدايه انطلاقه مبادرتنا اليوم، وعندنا 10 مواقع ان شاء الله راح نغطيها. كلمه كلبونا جماعه كلمه خالده للامير راح الشيخ صباح السالم، تهدف الى نبذ التعصب العنصري، نبذ الطائفيه، التمسك بالعادات والتقاليد الاصيله لتحافظ على هويتنا. شاكرين لرعاتنا وزارة الدولة لشؤون الشباب، مطاحن الدقيق، كويت ماجازين، والشركات الأخرى مكتب المحامي حمد الرومي وفوزان الأسنان وشركة الاستثمار والدعفي، ونتمنى حضوركم لتعزيز الوحدة الوطنية بيننا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم بفقرة كلبونا جماعة. اليوم معي شباب وعيالي، معي عبد العزيز سنان. مرحبا بك عبد العزيز. مرحبا فيك، يعطيك العافية على الاستضافة الجميلة وتشرفنا فيكم. شرف المكان يا بس. الله يحفظك. أيضا معي أخوي الأستاذ ماجد الماجد. مرحبا بك. مرحبا فيك، أهلا والله أبو أحمد، طول بعمرك. كلبونا جماعة شعار جميل، الله يرحمه من الأمير الشيخ صباح السالم. ما لحقته علي، أنا لحقت علي. زين، شايب الله يحفظك طول العمر ان شاء الله. ليش اخترتوا شعار كلبونا جماعه، وايش تقصدون من هالموضوع هذا؟ كلبونا جماعه هي كلمه الامير راحل الشيخ صباح السالم رحمه الله تعالى عليه، هي كلمه خالده حبينا نرسخها في اذان الشباب الواعي. حبينا نرجع نعيد صياغ هذه الكلمه بين الشباب، بين جيلنا الواعي. ماجد، تقصدون فيها منو انتم؟ متى تجمعتوا وشون بدت الفكرة؟ وهو أرد على سؤالك ساد، فهو خطاب أبوي وجه صاحب السمو الراحل الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه، حبينا نأيده حق الأشخاص اللي ما أذكروا على ذيك الفترة مثل ما تفضلت. الخطة بدت غربية، يعني سالفة القفل، ويبناها للكويت، وشفنا مدى قبول الشعب على أنه يوصل فكرة أو كلمة ويعلقها بشكل بسيط ما تأخذ من وقته كثير، وإنه شلون هذه الفكرة تدرجت بالكويت يعني، وصارت الكل يعرفها والكل فاهمها، وسهلنا الموضوع عليهم لكي يكتبون كلمة بس يعبرون عن حب هذا الوطن اللي أعطانا الكثير صراحة. كم واحد أنتوا عبد العزيز تجمعتوا وشون بدت الفكرة؟ إحنا تقريبا 6 شباب و6 بنات قدمنا الفكرة حق وزارة الدولة لشؤون الشباب. الوزارة رحبت بالفكرة واستأصلت الفكرة، قالت لنا عندكم الموضوع، أنتوا سووا من ألف لياء. الحمد لله رتبنا الموضوع، قدمنا على الديوان الأميري، خذينا موافقة حق حديقة شهيد، والديوان الأميري أنا أشوفها شيء مفخرة حق الكويت أنه سوى لنا حديقة شهيد. قدمنا الموضوع، سوينا الفكرة بدايتها بحديقة شهيد، وانطلقت من إلى الجامعات، أو شيء جامعة الكويت، بعدين الجامعات الخاصة، بعدين انتقلنا حق أماكن يتركزون فيها الشعب الكويتي، يتركزون فيها الشريحة الكبيرة من الشعب الكويتي. وإحنا نشوف الشريحة اللي 70% من شريحة الشعب الكويتي هم فئة الشباب حسب إحصائية وزارة الدولة لشؤون الشباب. سويناها بالمباركية، ما شاء الله إقبال الناس وايد كبير على الشيء. النشاطات اللي قاعد تقومون فيها الحين أو السابقة بشكل مختصر. النشاطات اللي قمنا فيها اللي هي بدينا في حديقة الشهيد إلى الجامعات الخاصة وجامعات الدولة اللي هي جامعة الكويت وكلياتها، وانتقلنا إلى قبل 3 أيام كنا في سوق المباركية، وهو يعني يعتبر معلم والكل يقصده في زياراته، من سواء كان من برا الكويت أو من داخل الكويت. حلو. عز، شنو هي شو تسوون في النشاط هذا؟ هل هو محاضرات؟ شو تسوون؟ هي أهدافنا هي نبذ العنصرية،
النبذ الطائفية، تعزيز الوحدة الوطنية بين الشباب. فكرتنا وايد بسيطة، وايد بسطناها على اللي حاضر عندنا، أن تكتب عبارة حق الكويت، تكتب كلمة جميلة حق الكويت. عندنا ستاندات، حوالي أكثر من ستاند، كل ستاند فيه عبارات وايد جميلة حق الكويت، كل واحد يكتب اسمه أو يكتب عبارة حق الكويت والتعلق. هالستاندات نتمنى من وزارة الدولة والشؤون الشباب أن تمركز بأماكن مفخرة للكويت، أن الواحد لما يقرأ هالعبارات من الشعب الكويتي أنه يشوفها الشباب هاللي كاتبينها. في إقبال يومكم لما تقعدون والله يشاركونكم يشجعونكم؟ الإقبال صراحة يعني أعداد كبيرة الحمد لله ما توقعناها، ولكن شلون كانت الناس متقبلة الفكرة هذا شيء صراحة يثلج الصدر. حلو، وهذا الدعم صراحة بالنسبة لنا، لما يجي أحد يقول يعطيكم العافية أو خوش فكرة أو صراحة هذا فكرة اللي كنا بسيطة بس حلوة، بسيطة وما تأخذ من وقت أحد يعني، وهو مار يقدر يسويها. صاد أي والله. ما قاطعك، لما يجينا واحد على ويلتشير أو تجينا مرة ربت أجيال وتلتفت علينا وتقول يعطيكم العافية، وتلتفت على البنات وتقول لهم يعطيكم العافية، هذا أكبر دعم لنا. صحيح، الكلمة ترى الحلوة تأثر في الإنسان. أيه. طبعا. شو اللي تطمحوا له؟ شنه الرسالة اللي توجهونها للشباب؟ نوجه رسالة أن الشباب الكويتي شباب قادر، شباب الكويتي يقدر يوصل. وايد أماكن بالنسبة لنا مسكرة، نضايق إذا واحد من جيلنا تخرج وقاعد ينطر وظيفة، ونشوف الوظائف كلها يعني وأقلبها للوافدين. نتمنى أن يفتحوا لنا فرص. تشوف ماجد الفرص قليلة بالبلد كشباب؟ ما نقول قليلة يعني، ولكن مو مسلطين عليها الضوء يعني، ما في تركيز معنا صاحب السمو دائما يركز على الشباب. طبعا ما نستغني عن صاحب السمو وتركيزه للشباب، تسليط ضوء عليهم يعني الله يحفظه، ولكن احنا نتحكي عن المشروعات السياحية. مثلا شركة المشروعات السياحية عندها تمتلك أماكن وايد، صح يعني لو تتيح الفرصة حق الشباب راح تشوف يعني أشياء يمكن راح يستانس منها الشعب، وستانس منها السلطات الكويت. في عليك ماجد، انت حطيت يدك على الجرح، في شركات موجودة في البلد كان ممكن تفتح المجالات للاستثمار لشبابنا، وممكن ما يتجه للوظيفة الحكومية. صحيح، يعني تفتح لباب صراحة يغني عن الحكومة، يغني عن المؤسسات اللي هو يمكن عنده فكرة، مو شرط انه يشتغل بالوظيفة اللي حطتها فيها الحكومة، اللي هي يمكن ما تناسب طبيعة ولا طموحه ولا الأشياء اللي كان حاطها وأهدافه. فلو تتيح له الفرصة أتوقع راح ينجز أكثر صراحة. صحيح، واحد يتخرج يشتغل بشهادة مو نفس تخصصه، احنا ما نبي هالشيء. سمعت اليوم على أساس نقص تخيل بالكويت مهندسين مش لاقين وظيفة، يعني بأعداد كبيرة شغلهم مدرسين، شيء مصيبة يعني مثل هالأخبار ما تحزنكم؟ أكيد والله طبعا أكيد، لما نقعد بالديوانية وحوالي 9 متخرجين من جامعة الكويت ومن الجامعات الخاصة قاعدين يدورون وظيفة ينطرون أساميهم بالديوان، ونطلع ونشوف الوافد ولا نشوف العدد الكبير اللي متوظفين، الشباب الكويتي عنده طاقة، الشباب الكويتي يقدر، الشباب الكويتي وايد طموح، وايد ماخذين فكرة إنه ما نشبع ما نرضى. لا الشاب الكويتي يقدر، الشاب الكويتي يشبع. ما زيد عليه بس يعني، بس يبي فرصة الشاب الكويتي، بس يبي فرصة ما يبي شيء. حلو، ناخذ كم صورة أبيكم تعلقون عليها، يا المخرج تكون الصور جاهزة. أعطني إياها مخرج، تكرمت. يلا قدامكم الصورة هذه، شنو؟ هذه صورة أهداف المبادرة اللي هي نبذ كل صور عنصرية بين الشباب، تعزيز قيم العمل التطوعي اللي أنت قاعد تشوفه والشعب قاعد يشوفه من مبادرة كل أبونا جماعة، توضيح قيم التعايش السلوكي السلمي، لما يقولنا من جميع فئات المجتمع نحاول نتعايش معاهم، احنا ربينا على شيء لازم نتعايش معاهم من أبائنا وأجدادنا، لأن هذه بذرة خير انبذرت فينا. توضيح العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة. نشوف الصورة الثانية يعلق عليها ماجد. هذه طبعا احدى مشاركاتنا في كلية الهندسة في الخالدية جامعة الكويت، وبين لك الحضور ما شاء الله ومدى اقبال الناس يعني على المبادرة. اللي بعدها هذه عبد العزيز، هذه جروب العمل التطوعي، ما قصروا الشباب ساندونا، ومساء انا سمعت كلمتك، اللي يد الوحدة ما تصفق. صحيح.
قدمنا المبادرة بس في شباب هم اللي قاعد يساندونا بهالشيء. الله يحفظك. الصورة بعدها يلا حللها. الله يحفظها. هذه يعني حتى صورة الأطفال إن مشاركين معنا بالمبادرة، وصورة وايد جميلة إن هذيل هم اللي راح يمسكون البلد، هذيل هم اللي يوصلون بطريقة حلوة للبلد. ماجد الصورة اللي بعدها. هذه لا هذه غير زيادة عليهم، هذا نفس الجروب التطوعي اللي يعني صراحة لهم دور فعال في نجاح هذه المبادرة. ناخذ الصورة الأخيرة هذه. ما قصروا المشاركين، وقاعد تشوف الوضع من رجال من حريم من صغار بالصورة، جميع من أطياف المجتمع، جميع أطياف المجتمع متمركزين معنا. أنا والله يعني متفائل بعد عرض التقارير السلبية، لكن نشوفكم إن شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب إن شاء الله عسى الله يوفقكم على هذه المبادرة الحلوة الجميلة اللي فيها نفس كويتي جميل. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يا عبد العزيز، وشكرا يا مازن. الله يحفظك ويعطيكم العافية على المقابلة، ونشكر وزارة الدولة لشؤون الشباب، ونشكر شركة وادي الغانم وأولاده للسيارات، ونشكر مكتب المحامي حمد الرومي وفوزان الأسنان، وشركة الاستثمار الذاتي مطاحن الدولة، مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، ونشكرك على الضيافة. لا أنا أتشرف ومقابلتك الكريمة لنا. لا يبا أنا أشكركم على حضوركم. الله يحفظكم على رأسي. شكر موصول يوصل إن شاء الله. شكر موصول لكم والفريق العمل، الله يجزاكم خير على تاحت الفرصة. شكرنا هذا برنامجكم يا أخو. الله يجزاك. ما بيأثر. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فقرة ديوان الشباب، ننتقل الآن إلى برنامج وجه لوجه، راح يكون معي الأستاذة منى عبد الجليل والمحامية مريم البحر، وراح أتكلم عن الخيانة الزوجية. فاصل وارجع لكم.